كردت بزاوية وكانت بتزوج واحد ثاني، شا أسوي راكان؟ يمكن هي قالت شي عشان تخرعك علي، نفس ما أنت تحب بنت عمك بنت عمك تحبك بعد، بعدين مستحيل طالع أحد غيرك. أنا مثلك، أنا عبالي قاعد أسوي عليه تمثيلية، بس طلع موضوع صج، موافقة هي وعمي قام يسأل على الولد. يعني شنو؟ تبي تسوي اللي براسها وتقص على جنان؟ ما عندي حل ثاني. بس أبيك تفهم شغلة واحدة، ترى جنان أخت مرتي. زين بعدين؟ يعني أطلع مو ريال إذا خليتك تسوي اللي تبيه وتلعب حسبتها. راكان من صدقك؟ إيه من صدقي. عاد تبيني أخليك تدش بتالي وتبوق وأنا قاعد أطمش؟ الحين جنان صارت أهلك؟ أنا شو أطلع؟ انت رفيجي وحسبة اخوي وقدرك على الراس. بس لحظة لحظة، انت لو كنت مكاني شو بتسوي؟ لو انا مكانك اتنعز واسوي نفسي مالي شغل. شلون مالك شغل علي؟ شلون؟ فلوس جنان فلوس ود، يعني فلوس عيالي. يعني انت خايف على فلوس ود مو علشانها؟ لا تقعد تفسر الحكي على كيفك. انا خايف على ود وعلى اهلها، بعدين انا حبيت ود ما حبيت فلوسها. انت شنو؟ على بال كل الناس نفسك. استغفر الله. شوف راكان، انا اموري ضابطه وجنان موافقه على الزواج، لا تخرب علي. شنو؟ بسرعه وافقت؟ بيني وبينك البنت عاشقتني من الاخر، وانا حابها. بس ها، ما اقول لك حابها نفس هديل، انا اموت في هديل. راكان البنت جميله وايد، لما قعد معاها ما ودي الوقت يخلص. تستهبل انت؟ انت بتقص علي بهالكلمتين؟ خفت اخرب عليك صح؟ هي انت بتقنعني تبي تتزوج عشان تحبها مو عشان فلوسها؟ مينون؟ خبل انت؟ من متى علي خاف؟ من متى علي خاف منك؟ وعلى اللي بتسويه؟ وبعدين لما انا قلت لك لاني اعرف راكان عدل يصدقني، غير كذي ما عندي. علي تبي تقنعني انك تحبها ما تبي تبوك فلوسها؟ من انت عشان اقنعك؟ ها انت من عشان اقنعك؟ راكان اصحى، انا قلت لك كم شغله عشان ترفيجي بس، لا اكثر ولا اقل. زين لحظه، مو تقول انا رفيجك؟ رد على سؤالي. انت اذا تزوجت جنان راح تنسى بنت عمك؟ ما راح تبوك فلوس جنان عشانها؟ ما ادري راكان، ما ادري ايش طالعني ما ادري. يمكن ابوقها يمكن لا، يمكن اخذ فتينهم، ما ادري ايش يصير بعدين. علي خلاص عاد، طلع عصابي واصلح حياتها. قول لي رد علي عدل. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ راكان انا البنت حابه مرتاح لها، وهم ما اقدر اتخلى عن بنت عمي. انت تدري ايش كثر احبها. لازم تدري بسرعه، ترى بنات الناس مو لعبه بيدي. إذا أنت صاحبي وحسبة أخوي هي أخت مرتي وحسبة أختي، يعني مثل ما أرضى عليك ما أرضى عليها. شو إيش بتسوي كلمني؟ لا أختك هذه رسمية نت وقعدت، ولا تأخذ واحد من الشارع وتعاف أخوي اللي من دمها؟ ما أقول إلا الحمد لله والشكر، بس اكبرت وينت، ولا الظاهر حبيبي هذه مراهقة متأخرة. والمصيبة شنو؟ إن السالفة واضحة أشكرة، واضح إنها النصاب يبيها عشان فلوسها، أقصد فلوسكم. أنا أقول أنت خليك قاعد كذي لين تغرف من الورث وتعطي، تغرف وتعطي لين باكر تقعدون على بساط الفقر. واللي يسوي شيء مرة يسوي مرتين وثلاث وأربع. واللي ضحك بالسالفة شنو؟ إن حتى الياهل يستوعب إنها النصاب يبيها عشان فلوسها. أنا ما أدري شلون كانت تفكر الجنان، ما أدري، بس ادري شلون حامض على بوزه هو وياها. شوف عاد يوسف، انا ما احب اتدخل بينك وبين اختك، بس لهني وخلاص. عاد لازم توقفها عند حد، لازم تعرفها انك واعي، لازم تعرفها انك تخاف على حلالك. ما يصير كذي. تعال هني، وين رايح؟ قاعد اكلمك. بروح باللي ما يحافظني. زين خلاص صكي حلجك، انا هنكت شيء ثاني، انا بروح اللي فيني مكفيني. من دشيت البيت وانت خلاص عيشه تقصر العمر. الله ياخذني وافتك منكم. زين Thank you.
انا بفهم انت ايش حقه قايل له. ليش ليش انا قايل له قبل لا ادري انه يعرف جنان ولا اختها، وقبل لا اطيعك واوافق اسوي اللي تبينه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب وش هالحظ اللي علي انا؟ ايش هالحظ الحين؟ انا افتك من طليقها يطلع لي ركان؟ عسى ان شاء الله ماكو ركان. انت ايش فيك الحين مشتطه؟ ان شاء الله مو صاير شيء، بعدين جنان وافقت خلاص. والله صدق، واذا السبع ركان ان شاء الله راح وخر الاولي والتالي طقت النخو والشعامه، انا ساعتها ايش بسوي ان شاء الله؟ لا ما يسويها ركان. ايش دراك؟ انا اعرف ركون عدل. ودام انه ما يسويها ايش حقه يمكلمك عشان تغير رايك؟ تبي اقول لك شيء؟ اي شنو بعد؟ لو انا مكانه اسوي مثله. صدق والله؟ اي خونته تبيها من الله عشان تكنسل الموضوع، باضت لك بالقفص مثل ما يقولون. على اي اساس معها حق ان شاء الله؟ ها على اي اساس؟ الا نصاب وحرامي وما يستحي على وجهه وميت قهر مفلفل قلبه انك بتاخذ جنان الفلوس والعز والجاه وهو يا حي الله ود بحوشه شار. انت ايش في جنيتي؟ لا هي نيتي صدق، عبالك كل الناس مثلك؟ راكان يحب ود ود تحبه وما يطالع فلوس ولا غيره. صدق والله؟ وانت ايش تفرق عني ان شاء الله؟ احنا الاثنين من طينه واحده وراكان مثلنا. مثل ما انت طمعان بجنان وهو بعد طمعان بود، بس انت كنت وايد صريح وهو مستحي او يمكن يستشرف. انا مو نفسك وما افكر اسوي بعد كذي مثل ما انت تبي تسويني بجنان. يا سلام، صدق والله عين انت الحين ايش قاعد تسوي حبيبي؟ ما انت بتتزوج جنان وبتنصب عليها وتقص عليها علشاني انا، شو الفرق بالله؟ استغفر الله العظيم. اسمعني علي، انا ما عندي وقت افكر بهالتفاهات الحين، انا الحين لازم اسكر موضوع ركان باي طريقه، لازم نشوف حل. اقول لك شيء، دق على الحين، دق على الحين وقول له انك بكل نصبه بتنصبها على جنان بتعطيه 20%، ولو درى ان الموضوع فيه فايده له بينشع وما راح يتكلم ولا كلمه. شو الخرابيط؟ انت ايش قاعد تقولين؟ خلاص نعميتي؟ ما تشوفين غير الفلوس؟ عديل راكان ما راح يبطل حلجب ولا شيء، انا اعرف عدل. ادخل. صباح الخير. صباح النور. تعال الله يحفظك. شلونك؟ شو اخبارك؟ استريح حياك. ها بخير، ايش فيك؟ صراحه جاي اكلمك الموضوع. جاي اكلمك عن موضوع علي وجنان. ركان ولي يسلمك لا تكمل خلاص. انا ادري انه اخوك ورابين مع بعض، بس لو منو يتوسط له ما راح اوافق. انا قلت رايي، موضوع زواجه من جنان خلاص ما يصير، يعني ما يصير. من قال لك اني جاي اتوسط له؟ انا معك. علي ما ينفع حق جنان، وفي موضوع انا جاي اقول لك عنه، واذا درت عنه جنان راح تغير رايها وراح تشيل فكره الزواج من راسها، ما راح تتزوج فيه.